فشل غير معلن لاتفاق السويد، هذا ما يبدو عليه المشهد اليمني في جانب جهود الحل السياسي. آخر ما تم في هذا الملف هو رفض الحوثيين الاتفاق الذي يقضي بانسحابهم من ميناء راس عيسى والصليف مسافة 5 كيلومترات. كان هذا آخر ما حاول رئيس الفريق الأممي الجنرال لوليس غارد إنجازه بعد أن تقلص الاتفاق من حل ملفات كالحديدة وتعز وتبادل الأسرى، إلى أن وصل إلى تأخر القوات مسافة بسيطة. تصريح لوليس غارد الأخير حمل فيه الحوثيين مسؤولية عدم تحقيق تقدم في خطة إعادة الانتشار، وقال الجنرال الدنماركي إنه سيبلغ الأمم المتحدة أن مماطلة الحوثيين في تنفيذ الانسحاب هي سبب عدم تحقيق أي تقدم في الاتفاق. إذن فشلت الخطوات البسيطة والكبيرة في اتفاق السويد، حتى ملف تبادل الأسرى الذي كان يأمل عليه الكثير في تحقيق انفراجة إنسانية تعد خطوة ثقة بين الأطراف، لم توفي ميليشيا الحوثي بالتزاماتها تجاهها. أكثر من 80 يوماً لم يتحقق فيها شيء بالمعنى الحرفي، اجتماعات مكثفة في عمان والحديدة، وتغيير لقادة الفريق الأممي، ورحلات مكوكية لمارتن جريفيث بين صنعاء والرياض والحديدة، كل ذلك ذهب أدراج الرياح. لكن الغريب أن المبعوث الأممي لا يزال يشكر الطرفين على التزامهم باتفاق السويد كما جاء في إفادته الأخيرة في مجلس الأمن. وزير الخارجية خالد اليماني طالب المبعوث الأممي مارتن جريفيث بتحديد الطرف المعرقل للاتفاق، لكن جريفيث المتفائل كعادته يتجه وفريقه إلى الإغراق في بنود وتفاصيل بعيدة عن جوهر الاتفاق. تحركات وزير الخارجية البريطاني في المنطقة مؤخراً كان هدفها إنقاذ اتفاق السويد كما قال، غير أن ميليشيا الحوثي صعدت خطابها الإعلامي ضده ولا يبدو أنه سينجح في مهمته. الحكومة أيضاً رفضت تصريحات جيرمي هانت التي قال فيها إن المدينة والموانئ يجب أن تخضع لإدارة قوات محايدة، وقال بيان الحكومة إن هذا تفسير غريب يبتعد كلياً عن مفهوم اتفاق السويد. إذن طريق مسدود وصل له اتفاق السويد، ولم تبقى سوى رصاصة الرحمة لإعلان انتهائه وترتيب الأطراف لخياراتها المفتوحة بعد طي صفحات السويد جوار صفحات سابقة نالت المصير نفسه.